والبرنامج التعليمي هو ثقافة مجتمع، هو تاريخ مجتمع، هو هوية مجتمع، هو كل ما يحمله المجتمع من قيم ومن كل ما يتسم به المجتمع الجزائري، المجتمع الوطني. قلتم أنه كانت هناك تصريحات، يعني نتأسف لهذه التصريحات لأنه العملية هناك يعني مجموعة قليلة من المؤسسات انخرطت في علامة بيداغوجية أجنبية غير مرخصة بمؤسستنا. ولما المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية في عملها الاعتيادي اطلعت على الأمر، تم دعوة هؤلاء للرجوع إلى القانون وكانوا في الموعد ورجعوا إلى ضوابط القانونية. الأمر الذي أقوله في هذا المقام، يعني نتأسف أنه أعطيت القضية أبعاد أخرى وقراءات خاطئة وقراءات غير صحيحة، وكأننا نستهدف لغة أو نستهدف مادة. أبدا، نحن نطبق القانون، ووجودنا في وزارة التربية الوطنية هو لفرض سيادة القانون. المقصود هو جعل هذه المؤسسات تعمل في إطار القوانين السارية المفعول، ولم نستهدف لا أي مادة أجنبية ولا برنامج أجنبي ولا حتى لغة أجنبية. فكل اللغات الأجنبية نحن نرقي تدريس اللغات الأجنبية في البرنامج الوطني، بل نطمح إلى المزيد من اللغات ونرقي هذه اللغات، هي مكاسب للمنظومة التربوية الجزائرية. وكل ما قيل هنا وهناك ما هو إلا كلام غير صحيح وغير مسنود، والقضية تتعلق بتطبيق قوانين الجمهورية في مؤسسات تابعة للجمهورية وتعمل وفق اعتماد يلزمها بالاستناد إلى البرامج التعليمية الوطنية دون سواها.